أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان عزمها على بناء مجمع جديد لها بتكلفة قدرت بنحو مليار دولار. وقد أبلغ السفير الأمريكي ديفيد هيل مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير شرب الوهبي بذلك في خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة. أراد بهذه المناسبة أن يطلع وزارة الخارجية اللبنانية والحكومة اللبنانية عن مشروع البدء ببناء وإنشاء مقر جديد للسفارة سفارة الولايات المتحدة في لبنان، وهذا الموضوع يعرب للبنان عن مدى الثقة ومدى الاستقرار الذي تتمناه دولة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للبنان وللشعب اللبناني. إن هذا المشروع يمثل استثماراً بقيمة مليار دولار تقريباً تقدمه الحكومة الأمريكية في إطار الشراكة بين البلدين، مع التزام الولايات المتحدة الأمريكية الطويل هذه الشراكة. يذكر أن منشآت المقر الجديد سوف تكون بجوار السفارة الحالية بمنطقة عوكر، وسيجري وضع نماذج من الفنون الأمريكية واللبنانية في القسم القنصلي وقسم الدبلوماسية العامة، وسيكون مبنى السفارة منشأة مستدامة وصديقة للبيئة.